الأنشطة التي تقام في رمضان في طرابلس رياضة الدريفتينج أو رياضة الانجراف، وهي قيادة السيارة بشكل حاد وسريع واللي تظهر قوة وتحكم السائق. هنا يا شباب ليبيين هنا متواجدين قدام فندق الكبير، وهذه رياضة من أحد الرياضات الممتعة. فاهم؟ عندنا حافز، عندنا حاجة نبغى نطلعها، طلعناها في القطران هذا. بالتأكيد رياضة زي هذه خطيرة، محتاجة لتقنين، بس الشباب محتاجين لدعم من الدولة برغم أنها تعتبر رياضة عصرية. السلام عليكم. يعني موهبة هي اللي في ليبيا، يعني تبي شنو تبي دعم. فهمت؟ عندنا موهبة، احنا عندنا فن، عندنا كل شيء، لكن تبي ناس تدعم. فهمت كيف؟ الرياضة هذه تستقطب الشباب بشكل كبير وتعتبر جزء من أجواء رمضان في طرابلس.